السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة تانية عودة حميدة لبرنامج ملوك صناع الجمال، صناع الفرحة، صناع البسمة، المثل القدوة لشباب مهنة الكوافير والتجميل، البرنامج الأول في مصر، الزراع الإعلامي لمهنة الكوافير والتجميل، برنامج تكريمي لشباب من كل المحافظات الموهوب المبتكر في مهنة الكوافير والتجميل تحت رعاية مبادرة افتخر بنفسك وبعملك، المبادرة الشبابية اللي بترمز لجميع الشباب من كل المحافظات في كل المهن. تخصص البرنامج ده مبادرة تجميلية، معانا مبادرة حرفية، مبادرة فنية، مبادرة ثقافية، مبادرة رياضية، مبادرة مواهب، معانا إعلاميين وصحفيين مدعمين للمبادرة وهيكونوا موجودين معانا إن شاء الله في على أكثر من قناة تلفزيونية مدعمة للمبادرة الشباب افتخر بنفسك وبعملك. وبشكر إدارة الصحة والجمال اللي فاتحة دراعاتها لشباب مصر في كل المجالات، بتقدم لهم زراع إعلامي تقدر تقدم فكرتك وتقدم طموحك. اسعى ورا حلمك وكمل، ستجد النجاح بأمر الله. بنقدم الصورة المشرفة في مهنة الكوافير والتجميل اللي أنا بنتمي ليها وبتشرف بيها، والمبادرة تفتخر بنفسك وبعملك معبرة لكل الشباب اللي حابب يتواصل معانا على أرقام المتواجدة على الشاشة يكون عضو موجود معانا في المبادرة الشبابية. البرنامج ده زراع إعلامي وتكريمي محفز للشباب لكل مبتكر ومميز من كل المحافظات. عملنا حفلة 28/12 تحت رعاية مبادرة تفتخر بنفسك وبعملك، هنشوف الصور ليها أو الفيديو بتاعها ونعلق عليه وإحنا معاكم. بنقدم صورة مشرفة في كل المجالات، كان معنا مطرب، كان معنا شاعر، كان معنا خبير التجميل، كان معنا مصفف شعر، كان معنا المستشار، كان معنا رجل الأعمال، كل المهن وكل الحرف تحت طائلة افتخر بنفسك وبعملك. بتقدم الصورة المشرفة في كل تخصص، إذا كان فني أو ثقافي أو رياضي أو طبي، وكل حد فينا هيبقى بتوجهه في إدارة المبادرة بالشكل الجديد إن شاء الله. وأعضاء مجلس الإدارة تحت التأسيس هتظهر على السوشيال ميديا موجودة على البيج بتاع البرنامج. هنكون إن شاء الله قامات موجودة من الإعلام والصحافة، خبراء التجميل والفنانين والمواهب، هنعمل مبادرة شبابية فعلا تسند الشباب في كل المحافظات وتكون السند والدعم ليه مع برنامج ملوك صناع الجمال الزراع الإعلامي. هنشوف الفكرة البسيطة اللي احنا قدمناها، حفلة بسيطة كانت يوم 28/12، هنعلق على الصور اللي هتبقى موجودة، بس أذن الإخراج ينزل الصور علق عليها. كان معانا الفنان شحتة كاريك اللي أنا بشكره، ابن البلد، صاحب الواجب زي ما بقوله، سمع عن فكرتنا ومبادرتنا وجي قضى معانا اليوم وفرح الشباب الموجودين. الصور معبرة اللي موجودة على الشاشة من كل المحافظات، شباب حبوا الفكرة ودعمونا وحضروا معانا، ووجودهم شرف لينا كمبادرة شبابية بقى لها 3 سنين على أرض الواقع الحمد لله. ده الإيفنت السادس، وقريبا إن شاء الله بنحضر الإيفنت السابع، ملوك صناع الجمال مهرجان الشباب تحت رعاية مبادرة افتخر بنفسك وبعملك. صورة مشرفة وشباب من كل المحافظات بنحاول نفرحهم وندعمهم في المهنة اللي هو بيمتهنها أو الحرفة اللي طبعا عاملين مسابقة شرفية لملوك صناع الجمال. شايفين صورة جميلة لمهنة التجميل في مصر اللي مهدور حقها طبعا. ومن هنا اللي أنا ببعت رسالة لرؤساء الروابط والأسماء اللي موجودة والكيانات، نلتف وراء الناس اللي موجودة وبتعمل دلوقتي حلم النقابة بقيادة الأستاذ محمود الدجوي اللي بنشكره من هنا على مجهوده ورحمة الله عليه. أستاذ محمد الصغير عالم مصر في مهنة التجميل، قاموا بالفكرة وحابين يعملوا يلموا شمل النقابة اسما وقولا وفعلا. من هنا بنقدم لهم كل تقدير وتحية، وبنطلب من كل الروابط الموجودة ان هم يلتفوا حول موضوع مبادرة الشعبة التجارية والأستاذ محمد الصغير رحمة الله عليه بفكرة النقابة، وطفوا محافظات كتير. وإن شاء الله هنجيب لكم تقارير حصرية عن فكرة النقابة، ونستضيف الأستاذ محمود الديجو، بنشكره من هنا، بنوجه له رسالة إن هو يكون موجود معانا وبندعمه فكرة النقابة وكل القائمين على الفكرة من كل الشباب من كل المحافظات. نرجع تاني للصورة اللي احنا شايفينها، حفلة ملوك صناع الجمال، حفلة الجوكر، شباب من كل المحافظات، صورة معبرة عن شباب جاي بيفتخر بشغله وبيفتخر بعمله، وده اللي موجود. أسماء كتير، أنا مش عايز أنسى حد، كل دول زملاء وأعضاء لمبادرة تفتخر بنفسك وبعملك، كل التقدير واحترام ليهم، وجودهم شرف للمبادرة وشرف ليهم هم كمان إن هم يعرضوا شغلهم ويكون ليهم زراع إعلامي على قناة الصحة والجمال برنامج ملوك صناع الجمال.
بسلم عليكم اسما اسما من كل حد طلع في الصوره دلوقتي وموجود في حفله الجوكر مهنه صناع الجمال. بنقدم الشكر كمان لاعضاء المبادره في الموسم الاول، سمير ميلاد المستشار سمير ميلاد، فنانه ذكرى، الاستاذ احمد العجمي مدير التنظيم، كل المسؤولين اللي كانوا موجودين، الاستاذ علي عبد الحميد، كل اللي كانوا موجودين معايا في الحفله والقائمين عليها. وهي طبعا كان عدد كبير جدا الحمد لله وعدت على خير، يعني كانت في 28/12 في عز ايام كورونا كان في اجراءات احترازيه. والبسمه الاخيره مع الاستاذ عادل زيدان اللي انا بشكره اللي هو جه مدعمنا، والشباب اللي موجوده من رابطه مصر الاستاذ عادل زيدان اللي انا بشكره، وبشكر كل اعضاء مجلس الاداره اللي جم دعمونا، المستشار عادل عبد المنعم بشكره لدعمه، وان شاء الله دايما موفق في اعمالك القادمه. ده فريق العمل اللي كان قايم بدور الحفله، استاذ عادل عمار ان شاء الله اتشرف بيه. ده الصوره دي من 3 سنين لاول مبادره لينا، الصور دي طبعا من تيم من توب صالون قضيت فيه فتره جميله، بشكرهم. صوره مشرفه لمهنه كفر التجميل، بشكر الحاج عصام، ميسيو كريم اوكا، ميسيو محمد اوكا، اسماء كتير موجوده في منظومه توب صالون، عمرو جنتل، منظومة جميلة. أنا اتشرفت إن أنا موجود معاها، والصور دي حصرية وأنا موجود معاهم الفترة اللي فاتت. دايما في النجاح وتفوق إن شاء الله في مهنة الكوافير بيقدموا صورة مشرفة. عماد العمدة فرع الفسطاط، زمايلي وأصدقائي من فرع المقطم، طبعا الحاج خالد عامر بقول له مبروك لابن أختك العريس اللي نورنا في توب صالون فرع التجمع الخامس، وطبعا أصدقائي اللي موجودين في الصورة في فرع التجمع الخامس بسلم عليكم من هنا. قضيت معاكم وقت كويس، ربنا يوفقكم. بشكر الأستاذ عادل على الدعوة الجميلة لمهرجان أوسكار. والسالة أخيرة لرحمة وبسملة ومحمد ولادي، برضه افتكرتكم دلوقتي خارج الحلقة، هنرجع الفاصل ونرجع لكم تاني. مرة تانية رجعنا لكم من برنامج ملوك صناع الجمال، صناع الفرحة، صناع البسمة. بنقدم الصورة المشرفة للمرأة المصرية، وأنا سعيد النهاردة بوجود شباب من محافظات مصر يلقبوا تيم الشرقية، كانوا موجودين معانا في حفلة الجوكر 28/12. هنسيب نتعرف طبعا عليهم باستفاضة، لكن شرف ليا ووجود قامة كبيرة من الفن اسما وقولا وفعلا، الاب الروحي لشباب مصر في الوقت الحالي اللي واقف جنبهم وبساعتهم للموسم السابع على التوالي، صاحب ومؤسس مهرجان اوسكار ايجيبت. نورنا يا فندم فنان عادل عمار. تسلم لي، وانا سعيد اكتر بوجود الحسنوات دول معانا في البرنامج، واحنا بنتشرف بيكم قوي قوي قوي. احنا بس اماني بعد اذنك عرفي نفسك. انا طبعا شرف ليا ان انا اكون من ضمن تيم الشرقيه، بس انا اصلا من محافظه كفر الشيخ. انا مدام اماني محمود من محافظه كفر الشيخ، خبيره تجميل ومدرسه تربيه فنيه، عندي سنتر خاص بيا في محافظه كفر الشيخ. اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. اتفضلي يا استاذه اسماء. اسماء سراج الدين، خبيره تجميل زازي شرقيه. تمام. انا مدرسه برضو على فكره. طب حلو جدا. مش الاساسي بتاع المهنه دي، بس يعني خدتها هوايه وبعد كده الحمد لله. يعني انت قدوه. الحمد لله. الحمد لله، ربنا يوفقك. ربنا يخليك. خش يا شرهام مصطفى. أيوة. من ابو حماد، قريه الخيس، ابو حماد شرقيه، علشان في ناس مستنيني اقول قريه الخيس خساويه وافتخر. خبيره تجميل، الموضوع ده انا واخداه هوايه طبعا من صغري. ايوه. وبحب مهنتي جدا، وليا الشرف تواجدي معاكم حضرتك واستاذ عماد. شرف لي. اتفضلي يا استاذه. مدام ولا عصام من الزقازيق من الشرقيه.
عندي بيوتي سنتر خبيره تجميل. بس تاني خلاص طبعا طبعا يا قائد بوجودك معانا ودعمك للشباب ومهنه التجميل في مصر وحضرتك طبعا التاريخ شاهد على اسماء كتير يعني موجوده في مهرجان اوسكار ايجيبت واسماء موجوده على الساحه دلوقتي. احنا من كلمه خبير التجميل او اللقب نفسه بيبقى الطبقيه للمهنه. انت يعني بكلمك خارج الموضوع شويه لتخصص حضرتك، مهنه الكوافير والتجميل في مصر مظلومه اسمنا قولا فعلا بسبب ما فيش نقابه، ما فيش الحاجات اللي انت عارفها. لا وفي حاجه موجوده يمكن تقريبا برضو اللي قلل المهنه وهم يمكن يتفقوا معايا في كده، ان المهنه دخلها ناس كتير قوي ممكن ما يكونوش اصحاب من يفقه ومن لا يفقه بالظبط، يعني الخبير والغير خبير كمان كله بقى بيشتغل كوافير، فيمكن ده شويه اللي قلل بقى يفرق دلوقتي ده عن ده الخبره والشهره. واخد بال حضرتك وكل واحده فيهم تحاول بقدر الامكان انها احنا ممكن ناس تعتقدنا دلوقتي من الناس المشاهدين الموجودين، ما احنا برضو جايبينه معانا خبراء تجميل. طب احنا معانا خبير التجميل قدوه مدرسه ام بتقدم رساله تانية. انا برضو بقدم من هنا لزوجتي العزيزه انها في مجال التدريس، بقول لها برضو يعني كان الله في العون والثلاث اولاد وانت رسالتك بوجودي دلوقتي ولسه مكمل بشكرك عشان خارج بره الحلقه نكمل. فمعانا مجال التدريس موجود وخبير التجميل تمام، لقب خبير التجميل احنا مش هنقول احنا بنعمل قانون او عايزين نسنن قانون ليك كنقابه او حاجه، بس اللي بيخش مهنه حد يعني متعلم ومثقف اكيد بيبتكر فيها، بتفرق كتير وياه بدليل التواصل معانا موجوده معانا دلوقتي بالظبط. تعالي كلمينا اماني طموحاتك في المهنه ايه؟ والله انا طموحاتي في المهنه ان يكون ليها كيان، يكون ليها وجود، ان احنا نبص لها بعين ان هي لا هي مهنه زي بقيه المهن، ليها اساسيات، ليها وجود، ان هي مش حاجه ككماليات الحياه، لا هي اصبح الجمال دلوقتي ان هو حاجه اساسيه في حياتنا، ان احنا لازم نهتم بشخصيتنا من خارج تمام. من الخارج ان انا اشوف ككارير عام كده لا الست دي لا دي حلوه مهتمه بنفسها بشخصها، بتفرق كتير جدا بالزبط. في التعامل في المجتمع وفي البيت وفي الشغل وفي النفسيه الداخليه كمان للشخص نفسه بالظبط. قولي لنا يا استاذه طموحاتك في المهنه ايه؟ طموحاتي في المهنه بصراحه يعني الواحد يتمنى ان هو يعني يبقى اكبر خبيره تجميل في مصر ان شاء الله، بتمنى ذلك يعني. وبتمنى برضو طبعا ان هم يهتموا شويه بالمهنه دي برضو ويعملوا لها برضو يعني يبقى لها حاجه كده تبقى بنتكلم على مشروع النقابه من شعبه التجاره يعني هي بدات ان النقابه ان هم بداوا ياسسوا فيها يهتموا بيها وما يبصلهاش ان هي مهنه يعني سياسه متدنيه شويه، لا بالعكس ده طبعا هي دلوقتي بقت اساس تمام في كل حاجه. طموحاتك يا شريهان؟ انا كل طموحي ان انا اطور من نفسي، اوسع من خبرتي. انا الحمد لله كميك اب ارتست انا لسه شايفه برضو ان انا محتاجه ان انا ادرس اكتر واكتر تمام، لان كل ما الواحد بيدرس كل ما بيشوف حاجات اهم واحسن، وعايزه اطور من نفسي كمان يعني مش ابقى خبير التجميل في الميك اب ارتست بس، لا في الشعر كمان عندي طموح ان انا اخد كورس واتنين علشان ابقى ميك اب ارتست ومتخصصه في مجال الميك اب بالكامل تمام. وانت يا استاذه؟ كارير وكيان في الميك اب طبعا تمام، ابقى حاجه توب وحاجه جميله ومعايا صديقاتي مقدرش استغنى عنهم تمام، ربنا يوفقنا جميعا يا رب. طبعا بمناسبه الشرقيه وتيم الشرقيه والفرخه مش لها وراك، انا بهزر طبعا ضحكه جميله دي صناع السعاده صناع البسمه، نقدم الصوره المشرفه لشباب محافظات مصر بوجود القامه الفنان الكبير عادل عمار ودعمه لشباب التجميل. احنا بنتكلم بطريقه اولاد البلد، انا بس قصدت الضحكه الجميله دي، احنا اولاد البلد الزراع اعلامي للبرنامج ده، زراع اعلامي لاولاد البلد من كل المحافظات، فلاحين وافتخر صعيده وافتخر على اتكلم علينا بقى الله اللي هو المفروض قدوه للمجال الاعلامي اللي دخل نفسه في بالبلد كده في حيط مع الشعب المصري زميل لينا او اتكلم على الصعيده والفلاحين، فلاحين وافتخر وصعيده وافتخر، ما اخرجش خارج الموضوع. هنرجع لمجال التدريس معاكي، دخلتي ازاي الفكره جات لك ازاي؟ والله انا طول عمري غاويه يعني الرسم والحاجات دي، فانا بحب الفن نفسه لان اصلا الجمال او الميك اب ده اصلا يعتبر فن طبعا. يعني مش اي حد مثلا يمسك قلم او بالظبط كده يعني انت لما بتمسك بنوته بتعمل لها ميك اب بتحس ان انت ايه بترسم لها لوحه بالظبط كده. سؤال برضو للجميع وكل واحد بيرد بطريقته، هنبدا باستاذه اماني، استفدت ايه من المهرجانات والحاجات البنتات اللي موجوده على الساحه؟ بص يا استاذ عماد، هو احنا دلوقتي في مجتمع الشغل الاعلامي اهم حاجه فيه،
طول ما انت ما انتش متسلط عليك الاضواء او ما انتش محط انظار فاللي هو انت مختفي، مهما كنت مجتهد ومهما كنت بتشتغل على نفسك وبتتعب في شغلك فاللي هو انت لا مالكش كيان. فموضوع الايفنت او المهرجان فده بيسلط عليك الضوء بعد الشيء. الصور دي موجوده على الشاشه دي؟ ده صور شغل السنتر عندي انا، دي صور عرايسي والمودلز بتوعي. ان شاء الله عليك، دي صوره مشرفه لاجتهادك وابتكارك في شغلك. ميرسي يا فندم. بنقدم صوره فعلا مشرفه وبتواجد شباب من كل المحافظات. علقي على الصور بتاعتك. دي يعني كل عروسه فيهم عندي ليها قصه وليها حكايه، انا بتعايش مع العرايس كانهم اخواتي. كل واحده فيهم بتدخل عندي بعيش معاها اليوم كانها فعلا واحده من اخواتي. ذوقك راقي فعلا، التوفيق من ذوقك. وهي كل واحده فيهم لها جمالها الخاص، فلازم ان انا ابرز شكلها باللي يتناسب مع بشرتها ومع شكلها. مهنه الفن وصناعه الفن والجمال. وانا كمان مدرسه تربيه فنيه فلازم. مدرسين يا الله. مدرسه تربيه فنيه. لا انا مش مدرسه. طب خش يا شيرين عرفينا بنفسك وكلمي عن نفسك. تكلمي عن المهرجانات والحفلات وبرضه نعرض صور للشغل كله. لا انا المهرجانات والحفلات بالنسبه لي وجود اصحابي معايا اللي هم التيم الاتحاد طبعا بتوعي. اتحاد ده شغل ده شغل السنتر عندي. زوج جميل ما شاء الله. ودي استاذه عصام. استاذه ولاء علاه عليه شغلي جميل. ده المهرجان بتاع حضرتك على فكره. والله حفله التكريم. حفله التكريم. ايوه حفله الجوكر. كنتوا منورنا وكان يوم جميل وشحت كاريكه نورنا. طبعا والله كان يوم جميل بجد. كل اخواتنا اللي بيسمعونا دلوقتي ومشترك المبادره بنقول لهم من هنا كان يوم جميل وبشكركم بجد. جميل يا استاذه شرهان طموحك برضو في المجال بتاعنا اللي احنا ان شاء الله بنقول بنتكلم عن الجمال. طموحي ولا المهرجانات؟ قولي اللي انت عايزه. انت عايزه احنا عايزين رساله بتقديها بس نفسك تقولي احنا الكاميرا ليكي والنهارده جايبينكم عشان تقدموا رساله. انا ان شاء الله يوم 20/3 المفروض ان انا مع الاستاذ عادل عمار في مهرجان الاوسكار باذن الله. ده طبعا شرف كبير لينا واحنا كلنا كتيم معايا طبعا ومش هنسيبه. و روح الجمعية يا استاذ عادل. طبعا احنا تيم لا طبعا احنا ايد واحده في كل حاجه. ايد واحده. بص انا اللي عجبني فيهم الاربعه بامانه ربنا يعني اني بيتسموا بالبساطه والروح الطيبه. الحمد لله. وما شفتش منهم تجاه اي حد شرر. لا ما تكلموش عن حد بحاجه وحشه. بالعكس يمكن انا يعني مش عايزين اقول لكن في حد كان بيدخل يقلل منهم لكن انا بامانه شديده جدا ما في واحده اشتركت معايا الا وكنت بلمس معاها انها حد محترم وعاوز عندها طموح وعاوزه توصل. انت عايز بتوصل الشاب من دول بالبلدي كده بسلمه ويطلع عليها ويفتخر بشغله. وافضل تعامل اللي انا بتعامله مع السيدات. تعامل شيك محترم جدا عاوزين يوصلوا لهدفهم ما عندهمش لعب ما عندهمش تضييع وقت كلهم عاوزين يوصلوا للهدف بتاعهم. انا بهنيكم بجد وبتمنى لكم كل التوفيق. الله يخليك. وجودنا مع حضرتك في مهرجان اوسكار ايجيبت ده بالنسبه لنا حدث مهم يعني. ربنا يخليك. هو حلم جميل في حياتنا كلها. المهرجان اللي موجود على الساحه اللي مدعم للشباب فعلا واسمان يعني بجد اسماء كتير موجوده على الساحه دلوقتي. فضل زي ما انت ما بتتعرض للحروب انا كمان بتعرض هم كمان بيتعرضوا. طبعا طبعا ما دمت انت واقف على رجلك وبتكمل وبتنجح مش هتتسابق. طب شهاده حق من 3 سنين في الصوره اللي عرضتها لحضرتك وانت معايا في اول. تمام. ايه رايك في فكره المبادره تفتخر بنفسك وبعملك وبالفكره اللي موجوده لحضرتك؟ لا هي طبعا انت نضجت اعلاميا كمان. معلش انا يمكن طبعا طبعا توجيهاتك اخطائك كل واحد تحفظات كل واحد بيطلع لكن انت دلوقتي نضقت واخد بالك انت. وبعدين كمان ايه كل ما انت بتقعد في السوق وبتتضرب على دماغك كل ما انت بتتقل وكل ما انت بتعرف. دي من 3 سنين يا فندم. دي من 3 سنين فعلا انا كنت معاك بلوكس مع جمال في البدايه. قبل ما يتغير الاسم. انا عموما بتمنى لك التوفيق وبقول لك كمل مشوارك. طبعا شرف ليا. مهما يحصل لك من عثرات لازم تقف وتكمل وتنجح. طبعاً. نجاحك ده رد لكل الناس زي ما هم كمان. انا اعتقد ان نجاحهم ده رساله مش كده يا ولاد؟ فعلا طبعا ان كل واحده فينا ام وزوجه ومسؤوله وليها حياتها وكيانها في بيتها وولادها وان هي قادره تكمل في مجال شغلها وان هي قادره ان هي تلتزم بيه وتطور منه طبعا دي في حد ذاتها رساله. انت عارفه انتوا بتضربوا مثل رائع جدا للمراه المصريه بتفح. انا من كفر الشيخ. جايه من كفر الشيخ علشان تقولي للناس انت مين وانت جايه من الشرقيه وانتوا من الشرقيه مش كده. شوفوا يقطعوا
مئات الأميال علشان يجوا يثبتوا وجودهم. تحية ليكم بجد. لا وأماني تقطع من كفر الشيخ علشان تبقى مع الشرقاوية وعشان أبقى معاهم لو هم أصحابي وأفتخر لآخر العمر. ربنا يبارك. عشان كده الصورة المشرفة، عشان كده الصورة المشرفة اللي أنا بتشرف بيها بوجود شباب من كل المحافظات، شرف ليا اللي أنا عودة حميدة بيهم بالصورة الموجودة دي. ربنا يوفقك يا رب. ربنا يخليك إن شاء الله. بنقدم الصورة المشرفة. رسالة بقى أخيرة كل واحد فيكم هيقول رسالة كده تحب توجهها لأي حد أو أي شخص في حياتك. أنا شخص في حياتي أحب أوجه له رسالة، هي مامتي وبناتي، يعني ربنا يديمكم عليا نعمة في حياتي يا رب. بناتي هم الدافع ليا إن أنا أطور من نفسي وإن أنا أنجح وإن أنا أكون شخص ليه كارير وليه وضع في المجتمع، ومامتي بفضل دعواتها واجتهادها وتعبها معايا السنين اللي فاتت دي كلها. ده أنت مش علل الفيسبوك يا أمان. خش يا انا انا رسالتي لعيلتي ربنا يخليهم ليا يا رب دايما كده في ظهري وسند ليا. والحد تاني يا ريت ما تحكموش على حد بكلام حد، يعني قبل ما تصدقوا كلام اي حد او تمشوا ورا اي اشاعات شوفوا الحقيقه فين وامشوا وراها. اعرف الشخص الاول وعشره. اعرف الشخص الاول وعشره لان الظلم وحش. طيب وبس. هطلعك من الحته دي. والدتي كان بقدم لها رساله لان كان في رساله لحضرتك بتقول لي عليها وانا اللي بقدمها من هنا. ام مثاليه رحمه الله عليها وده تكريم رمزي ليها انا عامل له مخصوص. اهو النجمه الذهبيه للام المثاليه رحمه الله عليها تفتكرينا كبرنامج غير التكريم بتاعك الشرفي ليها. رساله ليها ودعوه ليها. طبعا والدتي الحمد لله ربنا يا رب يجعل مرضها وتعبها السنتين اللي فاتوا دول في ميزان حسناتها يا رب، يجعلها يا رب كده في الجنه ونعيمها. امين يا رب. انا اخر 3 ايام كنت معاها قبل وفاتها وشفت بعيني الحمد لله مكانتها فين، في الجنه ونعيمها باذن الله يا امي، وان شاء الله ربنا يجمعني بك على خير. ربنا يرحمها ويرحمها. عايزه اقول لك ان هي مش سايباني حتى بعد وفاتها، جنبي في الفرح جنبي ومسنداني حتى في زعلي وفي حزني بلاقيها هي اللي بتطبطب عليا. انا مش هعيط زي المره اللي فاتت. ايوه بالظبط كده. وهقول لها يا رب في الجنه ونعيمها وربنا يجمعني بك على خير. نجاحك هيسعدها صدقيني. وزورك معانا كصوره مشرفه وقدوه لزمايلك اللي بيشاهدوك دلوقتي في المجال دي حاجه نشكرها عليها كأم مثاليه رحمه الله عليها. خشي يا اسماء. انا رسالتي برضو بقدمها لاسرتي وعائلتي كلها وزوجي واولادي، وزوجي بصراحه اتحمل برضو معايا كتير، ووالدتي واخواتي برضو نفس الكلام اتحملوا معايا كتير بصراحه وساندوني وساعدوني، فانا بقدم لهم رساله طبعا شكر طبعا، وبشكر حضراتكم طبعا اكيد ان انتوا برضو بتدعمونا وبتوقفين جنبنا وربنا يوفق الجميع يا رب. رساله اخيره لعائلتي كلها ربنا يخليكوا ليا ويبارك لي فيكم، وامي وبناتي ربنا يحفظك ليا امي، ولاصحابي حبايبي ربنا يخليكوا ليا يخليك ليا، والناس الوحشين يبعدوا عننا لو سمحت يا رب. مش هيبعدوا. الضحكه الجميله دي هنختم ختام جميل وان شاء الله نتقابل في مهرجان اوسكار ايجيبت مع عصام سميره. نورتونا وده تكريم شرف ليكم بوجودكم بالصوره المشرفه اللي انتم فعلا بتمثلوا كل ده. احنا شرف لينا تواجدنا معاكم. تواجدنا معاكم بجد. اشوفكم على خير دايما. بنجيب لكم مثل القدوه من كل المحافظات. بشكر الاستاذه اسماء، الاستاذه ولاء، الاستاذه اماني، الاستاذه شريان. شرفتوا اعضاء مبادره تنتخب نفسك وعملك في المبادره التجميليه. فاصل ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مره تانية من ملوك صناع الجمال، ملوك الفرحه. تاني فقرة موجودة معانا من دايما بنجيب لكم المثل القدوة من كل محافظات مصر. بنقدم الصورة المصرية للمرأة المصرية المشرف لعملها وبنفتخر بيها في مبادرة الشباب افتخر بنفسك وبعملك. كان معانا في الفقرة الأولى صورة مشرفة من محافظة الشرقية وكفر الشيخ. النهاردة معانا المدربة الأكاديمي ميك اب ارتست الأستاذة رشا العريان. أهلا بحضرتك منورانا. أهلا بحضرتك. وشرف لينا انضمامك لمبادرة الشباب افتخر بنفسك بعملك. المبادرة التجميلية الصورة المشرفة اللي احنا بنشوفها النهارده في برنامج ملوك صناع الجمال. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. معانا من السويس أستاذة منة الله محمد منورانا والحمد لله على السلامة. الله يسلمك. نجمة السويس أصغر متخصصة في مجال معالجة الشعر. تمام. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. معانا الموديل الجميلة صاحبة لقب 2021 ملكة الجمال من التصويت الشرفي اللي موجودة على البيج صفحة البرنامج
خدت اعلى تصويت في المسابقه، وهي ما شاء الله يعني صوره مشرفه لفكره الموديل او الفكره اللي هي بتقدم حبه حاجه وبتفتخر بيها، وعشان كده انت متواجده معانا النهارده. نرجع للمدربة الأكاديمية الأستاذة أشهر عريان، مش عايزين أسئلة اعتيادية وبدأت إمتى وبدأت منين، إحنا عايزين نفيد الناس، ووجودك معنا في المبادرة كمدربة أكاديمي عايزين نحط الخطوات الثابتة أو الخطوة الأولى لأي بنت أو ست بيت شايفة نفسها إن ممكن تكون ميك أب أرتست بالصورة اللي حضرتك هنشوف طبعا صور لشغلك، اتفضلي تبدا منين وتعمل ايه؟ لا هو مش شرط تكون ميك اب ارتست، يعني انا شايفه ان اي بنوته او اي حد عنده هوايه عنده حاجه بالزبط. بيحبها، انا شايفه ان هي تقدم نفسها، انا شايفه ان هي تنمي من نفسها تطور نفسها اكتر. يعني انا بشجع، انا اشجع اي حد عنده هوايه لازم ينميها. يعني انا هوايتي من زمان التجميل، يعني من سنين، يعني انا في المجال بقالي اكتر من حاجه و20 سنه. ممكن تقولي السي في للمشاهدين برضو يعرفوا الاستاذه شمع اكتر؟ الأستاذة رشا، أنا آسف. أنا رشا العريان ميك اب أرتست. الشغل بتاع حضرتك برضه موجودة، معلش عشان نرجع. دي شيمة. أنا رشا العريان. ده شغلي منا. خلي علق عليها منا معلش. ده شغلي منا. خليك تعلق. تمام. أنا بشتغل في التصفيف وكده الشعر، فالشعر بيبقى جاي لي مجهد زي ما حضرتك شايف يعني، فبحاول إن أنا أرجع الروابط الشعرية تاني لمكانها. فبيبقى الشعر انا بتعالج ببروتين، بفضل بروتين احسن كتير من الكرياتين يعني. فهو البروتين وبضيف معاه منتجات تانية ان انا اعالج ترميم وتصفيف. بص هو في تنبيت وتتقيل وتساقط. ده بترجع للخبره بتاعتك انت كمتخصصه انك انت الشعرايه تشوفي ايه اللي يناسبها، اشوفها ايه اللي محتاجاه الشعرايه، فانا بحاول ارجع لها الحيويه تاني يعني. دي صور طبعا قبل وبعد. ده قبل وبعد. الشغل بيبقى انا اللمعه اللي في دي وهو ملزق كده شويه، ببقى حاطه له كولاجين. الفكره انت في شغلك انك انت بتشوفي ايه اللي ينفع مع زي الدكتور كده اللي بيعالج الحاجه ويشخص الحاجه كده. تمام. اصغر متخصصه من السويس، من ورانا منه الله. انا بقالي حوالي 5 سنين في المجال، بس انا طبعا والدتي يعني كانت في المجال من زمان قوي. فانا خدت الموضوع منها يعني، واخدت بقى كورسات ونميت نفسي يعني، فانا حابه قوي شغل الشعر جدا يعني. اصغر متخصصه من السويس من ورانا هوايه يعني، واخداها هوايه هوايه جدا. هوايه يعني بحبها جدا، وسبب والدتي. ايه رايك كمدربه اكاديميه للمبادره الكاركتر اللي انت شفتيه والفكره اللي منا دلوقتي موجوده؟ لا جميله منا، عجبتني. احنا اتكلمنا قبل الكاميرا. اتكلمنا قبل الكاميرا، لقيتها يعني لا هي عاشقه للمهنه، وده يرجع لوالدتها، ده اللي انا فهمته منها يعني ومن صغرها. فقلت لها برافو يعني، برافو، هي بتنمي نفسها، وانا شايفه ان هي بتشتغل على نفسها على قد ما تقدر يعني. موفقه باذن الله. شامه، فكره الموديل من كام سنه؟ قول لنا الكارير بتاعك كده للناس المشاهدين. انا بادئه بقالي سنه. وانا اصلا بحب التصوير، فكانت السبب اصلا في بدايه شغلي كانت زميلتي وشجعتني بصراحه كتير، وهو ده يعني التصوير، شغل الفاشون او شغل الميك اب عامه. لما لقيت فيه تصوير. عندنا صور الموديل شامة، ممكن المخرج ينزلها لنا. كملي يا شامة. لما لقيت ان المجال ده فيه تصوير، وانا اساسا بحب التصوير وبحب الميك اب جدا، فدي حاجه شجعتني ان انا اكمل فيها. لا وشفت فعلا على صفحه البيج في المسابقه اصدقاء كتير ما شاء الله محظوظه الحمد في لله. مجالك الحمد ودمه لله. انا شخصيا بحبها. الحمد لله حبيبتي يا رشا. انا في صوره شمال ملكه ملكه 2021 لبرنامج صناع الجمال. دي مسابقه شرفيه احنا عاملينها وهي متواجده معانا. احكي لنا كده موقف حصل لك كده في المجال بتاعك ده، موقف غريب كده. الحمد لله ما تعاملتش مع حد وحش. مش قصدي موقف وحش، قصدي يعني موقف اللي تبقى ترفيهيه كده في المجال الحياتي. لا لا ما صادفنيش بصراحه، كلهم كويسين ومحترمين جدا. ده شغل الاستاذه رشا. نرجع للاستاذه رشا. لا ده مش شغلي. هيعيدوا تاني الشغل لحضرتك. شغل ده. قبل وبعد الاستاذه رشا طبعا. يسلم ذوقك على اللوحه الفنيه مرسومه، ودينا اللي احنا بنتكلم عنه ان احنا بنقدم فعلا فن، مش مجرد ماتيريال الميك اب بتجيبه وتشتغل بيه. لا 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 خالص. بص انا عاشقه للمهنه دي من زمان يعني تعبت اهلي قوي 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 في الموضوع ده، على قد مش قادره اقول لك يعني عانيت قد ايه، بس الحمد لله الحمد لله وصلت المكانة الحمد لله، انا راضيه عن نفسي بيها. الحمد لله كنت اصغر بنوته افتح بيوتي سنتر في مكان الحمد لله
معروف يعني، ولكن قفلت بسبب ان انا بقى خلاص اتجوزت واطفالي، فلقيت مراحل الحياه الطبيعيه، فانا فضلت ان انا اخصص نفسي في الميك اب، في الميك اب كتدريب كوجهه تدريبيه ان شاء الله في الفتره اللي جايه. الحمد لله، لا انا بدي كورسات الحمد لله. طبعا احنا متابعين البيج بتاع حضرتك ان شاء الله قبل الحلقه عشان نشوف الصوره المشرفه، فعلا صوره مشرفه، البيج مشرف وشوفنا صور لحضرتك. اشكرك. هنرجع لشامه، فكره المبادره والبرنامج ايه رايك فيها، ولما الاعداد اتواصل معاكي او انت اتواصلتي مع الاعداد ايه الفكره اللي فيها؟ والله بصراحه محترمين جدا، وانا مبسوطه بوجودي مع حضرتك، دي اول حاجه طبعا، وان شاء الله مش اول ولا اخر مره باذن الله. ان شاء الله مكملين باذن الله ان شاء الله. النهارده اول ميك اول موديل هتبقي معانا في المسابقه، انت كسبتي كمكسب شرفي من البيج، لكن هيبقى في منافسه كتير، هيبقى معانا كل فتره كل حلقه موديل معبره عن شغلها طبعا وليها الكارير بتاعها والكاركتر، وهيبقى في تنافس بين الفيديو بتاع شامه النهارده ولحد 9 محجبين و9 غير محجبين. فكره لذيذه كده نشجع بيها البنات اخواتنا اللي هم حابين فكره الموديل في المجال ده، فعلا مجال كبير جدا، واحنا من هنا زراع اعلامي ليهم حابين يتواصلوا معانا ويفتخروا بشغلهم وتقدم تبتكر في شغلها وتغير من الكارير اللي موجود. هتكون زراع اعلامي ملوك صناعه الجمال. هنرجع لمنى في الكواليس، عارف انك انت حابه المهنه بتاعتك وحابه تسافري بيها وتطوري بيها اكتر واكتر ان شاء الله، فعشان كده احنا عاملين لك تكريم تشرفي بيه ان شاء الله في المكان اللي انت هتبقي اللي انت بتحلمي بيه وتبقي فيه ان شاء الله باذن الرحمن. ان شاء الله هو انا يعني ان شاء الله ناويه ان انا اكبر نفسي، وان انا عايزه يعني اشتغل بره مصر، يعني حابه ان انا اشتغل قوي بره عشان ببقى شايفه نفسي ان انا هبقى بره احسن، وهعرف هقدر اكتسب حاجات من بره برضو، هما هناك كل بلد ليها الكارير بتاعها برضو. بعدين خصوصا ان احنا هنا في مصر يعني بيبقوا عايزين اهم حاجه حد طلع بره يتشرف، يعني انا اتشرف قوي ان انا اخد كورس مع منير ده، منير ده ممتاز في الشعر، فانا اتشرف قوي ان انا اخد كورس معاه، فان شاء الله هوصل واخد كورس معاه. ما هو منير مش هنا، منير مش هنا يعني، في اسماء طبعا بتبقى موجوده، انا هم عارفينه يعني الدنيا كلها عارفينه. أيوة طبعا، انا صبغه وكده، فده طبعا ان انا اخد كورس معاه فدي حاجه كبيره قوي. يعني عايزه تتخصصي في الشعر عموما؟ هو انا انا حابه ان انا شعر، بس انا برضو بعمل الميك اب يعني، بس انا حابه قوي ان انا اعمل الشعر. ان شاء الله فريق الاعداد يتابع معاكي بقى ان شاء الله بتدربك كده وتاخدي الكارير بتاعك في المجال بتاعنا ان شاء الله. استاذه رشا الاريان طبعا المبادره بتتشرف بيكي بوجودك معانا، ده شرف ليا، وان شاء الله في فقرات ثابته ان شاء الله. ولاد البلد هنبتكر فكره كده ان شاء الله مع بعض، قولي لي برده الفكره دي اللي احنا خلف الكواليس اللي اتكلمنا فيها. يعني ان شاء الله باذن الله بدعم كل شاب وكل شابه حابه ان هي يبقى عندها ابتكار في شغلها، او معانا ومع رقم تليفونك برده موجود، هتبقى باذن الله في كده تبادل بين، ونتمنى ان احنا باذن الله نقدر نقدم لهم حاجه كويسه، وباذن الله ان هم يوصلوا يعني فوق ما يتمنوا يعني باذن الله. كفريق عمل جديد بنشكر الاستاذه رشا العريان انضمامها لينا، وكمدربه اكاديمي هتدي التكريم شرفي لشامه. رساله لشامه وانت جنبك التكريم، او رساله لشامه كده على الكارير اللي انت شفتي ليها. لا شامة انا بحبها قوي، لان هي حد بيعرف ازاي يدي شغله. يعني عايزه اقول لك على حاجه، وانت بتتكلم على الموديل فعلا هو الموديل حاجه مهمه قوي مع الميك اب ارتست، لان في موديل تقدر تظهر اللوحه بتاعتك، اللوحه اللي انت بترسمي عليها هي لوحتي، بس هي لازم كمان يبقى عندها الامكانيه انها تقف تتصور، تظهر لي الشغل. في بنات طبعا ما بتقدرش، يعني انا ممكن اعمل لوك ممكن البنت تضيعه لي بسبب ان هي مش محترفه، لكن شامة بالنسبه لي يعني تذكار بقى من المدربه الاكاديميه، ربنا يخليها لي وانا بحبها جدا والله العظيم. تسلمي حبيبه قلبي. ده من حضرتك استاذه، اللهم امين يا رب. ده من حضرتك ومن المبادره، وطبعا الاداء اللي منا ده برده. انا مبسوطه بيها قوي مبسوطه جدا، وان شاء الله اشوفك في احسن باذن الله ان شاء الله. تكريم شرفي كده لمنا عشان تفتكرنا دايما معاكم في ملوك صناع الجمال، ملوك الفرحه. بشكر كل الاستاذه منا، استاذه رشا، شامه الموديل الجميله اللي نورتنا. اشوفكم دايما على خير، بنقدم الصوره المشرفه من قناه الصحه والجمال. بشكر ما وراء الكواليس، اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.